تجيبينا مع البنت مشينا للسبيطار قالوا لنا عندنا 5 الحالات تنديروا لاديان شمن لاديان عيطوا للمرض عيطوا للمرض تشوف بنتها ما خلاوناش يلا هما مريين في السهرات مريين في الحفلات ديالهم احنا بغينا نشوفوا البنت احنا بغينا نشوفوا البنت هاي بنت عمرها 6 سنين عمرها 6 سنين لقيناها مقطعة اطراف وما خلاوناش كنقولوا لهم البنت هذيك بنتنا احنا بغينا نشوفوا بنتنا كيقول لك ماشيش هي ماشيش هي احنا بغينا نشوفوا البنت احنا اليوم غنرونوها احنا اليوم ما خصناش هاد الحفلات هادي هاد ملكة الجمال احنا خصنا البنت نشوفوها يا مقطعة يا مقرضة يا كيف ما بغات تكون احنا بغينا البنت نشوفوها ما خلاوناش كيقولوا لنا ماشي هي وهي البنت راها هي يلا هضري عباك انا بغيت نجيب بنتي خلوني نجيب بنتي خلوني نجيبها هي عباد الله هي بنتي هي عباد الله انا بنتي انا مثلا ناكل مثلا نشرب مثلا مجرمين لا تحرم مجرمين اللي يعطيهم ربي مصيبه خلوني نجيب بنتي عباد الله نجيب بنتي عباد الله نعم هذيكم نجيب بنتي الا ما كانوا هنا مشغولين يعني جينا واحد لجنه خاصه المدينه تفرو وتشوف هذا الشيء واش نوقفوا المهرجان ولا نتبعوا الناس ديال الشعب الا كنا حنا كنحكموا على الناس ديال الشعب نتبعوا الناس الشعب الا كنا كنتبعوا المهرجان نعرفوا المهرجان هذا ولا بقى كل شيء يرجع لا في خطر نهار اللي فاتنا البنت وقينا تنقلبوا صبحنا تنقلبوا ما قلتناش وانا تنقلب انت تنطلب خلوني نشوف غير بنتي انا طلعنا ديك لينا والو 6 سنين انا حمال ديك انا بغيتو نشوف غير بنتي انا نهار الاثنين باللي مع 8 وانا بغيت نشوف بنتي عافاكم ضروري بغيت نشوف بنتي مشينا للكوميساريه مشينا للطبيب ما خلينا فيه مشينا ما بغاو شيء انا بغيت نمشي نشوف بنتي عباد اختي البنت صغيره في عمرها 6 سنين مشينا للطبيب مشينا ما خلينا فيه ما مشينا للكوميساريه مشينا كنطلبوهم نشوفوا غير البنت شوفوا غير البنت حنا بغينا نشوفوا غير البنت كيقول لك البنت ماشي هي حنا كنطالبوا سيدنا محمد السادس يتدخل في هذا الشيء عاش الملك عاش الملك عاش الملك البنت عمرها 6 سنين عباد الله عاش الملك عاش الملك البنت في عمرها 6 سنين من نهار اثنين من خرجات لدابا من نهار اثنين وحنا كنقلبوا ما خلينا فين ما قلبنا نشرنا تصاورها البنت باقا صغيره مني تهزات من الحومه تهزات من الحومه البنت ما يمكنش البنت دابا في السبيطار قلنا البنت ماشي هي ما خلاوناش نشوفوا البنت نخليو غير امها على الاقل تشوف بنتها حنا كنطلبوا الملك محمد السادس يتدخل في هذا الشيء راه السيبه ولات في البلاد راه الدراري ولا كتخطفوا كتهز من حدا باب ديورهم راه السيبه ولات السيبه ولات شهاد الشيء واش البنت عمرها 6 سنين تهزات من حدا باب دارهم عباد الله شنو هذا الشيء وفي التالي ما يخليوناش نشوفوا البنت شنو هذا الشيء وعباد الله شنو هذا الشيء فين ولينا شنو هذا الشيء راه السيبه هادي السيبه ولات عاش ملكنا عاش محمد السادس عاش محمد السادس ما سيخش الخبر هذا الشيء ما عالمش على هذا الشيء حنا بغينا الخبر بغينا يوصلوا هذا الشيء هذا حنا بغينا يوصلوا هذا الشيء يوصلوا بالله مزعولين ما دايرينش خدمتهم البنت تقطعت في هذا الحدا دارهم نهار السنين عباد الله يعني الغياب ديالها العائله دارت اجراءات وما تمش يعني لا اخذ جديه يعني الشكايه ديال العائله بالشكل اللي يكون تحت على المختطف او المختطفين ديال هاد الطفله الاطفال كيف ما كانوا الام ديال يعني ديال الطفله وكان هذا الطفل
هو ديال شي عائله لا عندها القصوره ولا عندها الفيلات واللي ساكنه ما عرفت فين. تقول راه اليوم اللي تم الاختطاف ديالو ناب نابت القيامه وعرفوا المكان وشكون ولا واسباب الى اخره. ملي طفله ساكنه في المدينه القديمه من عائله فقيره من عائله ما عندها والو خليوها حتى تموت، خليوها حتى تموت، حرموها من الاطفال من المدارس، حرموهم من السكنه، حرموهم من التطبيق.